السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. تناولنا في المحاضرة السابقة مفهوم الموديول والأمثلة الخاصة به، وقلنا بأن الموديول عبارة عن أبيليان جروب معرف على رينج. في هذه الوحدة سوف نقوم بأخذ مفهوم السب موديول والأمثلة الخاصة به. Definition 2.1: Let R be a ring and let M be a left R module. A left R submodule of M is a subgroup N of M such that R multiplied by N belong to the subgroup N for all R small belong to the ring R and M belong to the subgroup N, where dot is the module multiplication defined on the abelian group M. We will use the notation N to M. يجب أن نقوم بتبديل هذا الرمز، لأن رمز السب موديول عبارة عن الآتي بهذا الشكل كما ترونه، بهذا الشكل يجب كتابته وليس بهذا الشكل. إذن يجب أن نقوم بتبديل هذا الرمز بالرمز التالي: denoted that n is a submodule of m، وهذا شيء مثل أن ال n submodule من ال m. في المحاضرة السابقة قلنا بأن الموديول عبارة عن abelian group معرف على ring. أما الآن السب موديول سوف نقوم بتبديل الأبيليان جروب بالسب جروب، يعني السب موديول عبارة عن سب جروب معرف على رينج، وتطبق عليها نفس الشروط السابقة بالنسبة للموديول، وتحت تأثير نفس العملية الضرب. يعني M is an R module، أبيليان جروب معرف على رينج R. أما السب موديول سب جروب معرف على نفس الرينج وتحت تأثير نفس العملية. يعني السب موديول عبارة عن أولا سب جروب معرف على رينج، ثانيا أمابينج، أبدل الأبيليان جروب بالسب جروب وتحت تأثير نفس العملية اللي هي الموديول مالتيبليكيشن المعرفة على الموديول M. Proposition 2.2: Let R be a ring. R any ring. Let M be a left R module. والM هو abelian group معرف على هذا الرينج. And let n be a non-empty subset of m، والn هي مجموعة غير خالية من ال m، حتى يكون عندنا sub group ومن عندها نحصل على sub mod، والمعرفين كلاهما على نفس الرينج. Then the following statements are equivalent. إذن العبارات أو الجمل التالية هي متكافئة، هذه جملتان متكافئتان. الجملة الأولى أو العبارة الأولى: n is the left submodule of m. متى يكون ال n submodule of m؟ إذا كان ال n subgroup، وكذلك نقوم بتبديل الأبيليان جروب بالسبجروب وتحت تأثير نفس العملية اللي هي الموديول multiplication. يعني n is the left submodule of m، تكافئنا العبارة لكل a و b تنتمي لل n ولكل r ينتمي للرينج. we have that I double I triple I. بالI عندنا شنو؟ أي ناقص B ينتمي للN. And R بالرينج مضروبة في عنصر بالN، حاصل ضربهم وين تنتمي؟ كذلك للN، where dot is the module multiplication defined on M. نقوم بدمج الخاصية الأولى والخاصية الثانية للحصول على الثالثة، يعني الطرح مع عملية الضرب بثابت، ندمجها بشرط واحد، يعني الضرب بثابت وكذلك الطرح، يعني RA ناقص SB belong to N for all AUB belong to the non-empty set N and for all ROS belong to the ring R. طبعا هذه بدون برهان، موجود برهانها ولكن راح نتركها. Proposition 2.3: Let R be a ring. R any ring. A ring. Let M be a left R module. وM هو abelian group معرف على هذا الرينج. And let N be a subset of M. وN هو مجموعة جزئية من هذا ال M. Then N is the left submodule of M if and only if N is a left R module with the same addition and module multiplication on M. يعني N هي مجموعة غير خالية من M. إذن هذا ال N إذا كان submodule، إذن هو نفسه module. القصد من هذه الغرضية أنه إذا كانت الـ n هي sub module، إذن هي نفسها module. كما نعلم أنه بالجروب
السب جروب هو نفس الجروب ولكن جزء من عنده يحقق ان شروط الجروب نفسه ولكن شنو بعدد عناصر اقل واحتمال يساوي احتي اذا كان تريفيال. زين فهنا شي يقول n is the submodule of m هو submodule اذا فقط اذا هو module اذا n اذا كان submodule اذا هو module واذا كان module هو submodule with the same addition and module multiplication on m وتحت تاثير نفس العمليات اللي هي الاضافه يعني الجمع وكذلك الضرب. هنا عندنا البرهان if and only if باتجاهين راح نفرض انه n هو submodule ويجب ان نثبت هو module بدايه بهذا الاتجاه. راح نفرض suppose that n is the left submodule of m فرضنا انه ال n هو submodule من ال m. طبعا احنا من نفرض فد شيء لازم نستخدمه بعدين والا ليش نفرضه؟ لازم نستخدمه. ف suppose that n is the left submodule of m بما انه هذا ال n هو submodule من ال m حسب التعريف by the definition we have that n is a subgroup. احنا مو قلنا اذا كان عندنا موديول يعني ابيليان جروب معرف على رينج. زين اذا كان عندنا سب موديول ان هسه سب موديول يعني سب جروب معرف على رينج يعني اذا كان الان هو سب موديول اذا هذا الان راح يكون سب جروب من الابيليان جروب such that وعندنا مابينج بحيث الار اللي العنصر الموجود بالرينج اضربه في عنصر موجود بالسب جروب وين ينتمي للسب جروب هذا حسب المابينج لكل ار ينتمي للرينج وان ينتمي للسب جروب وتحت تأثير نفس العملية حسب التعريف module multiplication المعرفة على m defined on m since the n will plus is an abelian group so the n will plus is an abelian group احنا مو قلنا السب جروب هو نفسه يحقق لنا شروط الجروب اذا هذا السب جروب اذا هو هم abelian group يحقق لنا شروط الجروب هاي الخاصية الاولى اذا حتى اثبت هذا ال n اللي هو سب موديول هو موديول يجب اول شيء عندي abelian group اذا ثبتت انه هذا الان هو abelian group هسه يجب ان يكون لدينا map راح نجي نعرف define star من r cross n into n هذا الماب مالتنا عرفنا الان على n اللي هو abelian group واخذنا left by r star n تساوي لنا شنو r multiply by n for all r belong to the ring r and n belong to the abelian group n it is easy to check that star is a module multiplication وتجي هذا انا راح اتركها لك تجي تطبق الشروط الثلاثة بالنسبة للموديول حسب تعريف الموديول على هذا المابينج انا خليته هنا كهوم وورك انت حله thus n is the left r module with the same addition and module multiplication which is defined on m اذا بالسؤال شو يريد؟ يريد نثبت انه هذا السب موديول ال n هو موديول نفسه زين احنا فرضنا انه عندنا سب موديول من يكون عندك سب موديول اذا راح يكون عندك سب جروب من الابيليان جروب راح يكون عندك n سب جروب من الابيليان جروب m تحت تاثير العمليه واحنا نعرف انه السب جروب يحقق لنا شروط الجروب اذا اذا كان ال m والبلس هو ابيليان جروب يعني بالتاكيد راح يكون ال n والبلس هو ايضا ابيليان جروب صار عندنا ابيليان جروب بالنسبه لل n وصار عندنا مابينج بالنسبه للابيليان جروب n ويحقق لنا الشروط الأربعة اللي تركناها واجب إذا وتحت تأثير العملية addition and module multiplication so n is an r module which is defined on n إذا ثبتنا أنه إذا كان ال n هو sub module إذا هو module بس العكس suppose that n is the left r module راح أفرضه module وأثبته هو sub module وتحت تأثير نفس العملية with the same addition and module multiplication which is defined on m thus هسا احنا هذا فرضنا زين اذا كان ال n هو r module يعني ال n والبلس شنو is an abelian group لانه الموديول كيف يكون لازم يكون عندنا abelian group معرف على رينج بما انه n هو left r module اذا هذا ال n هو abelian group معرف على هذا الرينج so n والبلس is an abelian group and the multiplication وكذلك عندنا map منين star من r cross n الى n defined by نفس العملية r star n تساوي r مضروبة في n لكل r ينتمي للرينج و n ينتمي وين للابيليان جروب اللي هو n capital is a module multiplication هسا نجي هسا صار عندنا حسب ما فرضنا هذا استخدمنا قلنا بانه n هو an r module من يكون module اذا ال n والبلس هو abelian group
وعندنا فد ماب من R cross N into N معرفة بهذا الشكل وتحت تأثير الموديول مالتيبليكيشن. Since N is a subset of M, ال N هو subset من ال M. احنا نعرف it follows that ال N والplus group وكذلك ال M والplus group, ولكن ال N subset من ال M. مباشرة راح يكون ال N والplus subgroup من من ال M والplus. راح نفرض عندي R ينتمي للرينج وال N ينتمي وين؟ للسب جروب N. يعني كان جروب ال N هسه تحول إلى سب جروب لأنه جزء من ال M. Thus راح نعيد العملية المابينج ونقول بأن ال N اللي كان جروب تحول إلى السب جروب. مباشرة من يتحول الجروب إلى السب جروب راح يتحول الموديول إلى السب موديول. يعني ال N كان left R موديول راح يتحول مباشرة إلى N is the left sub module of N. يعني القصد من هذه الغرضية أنه إذا كان عندك sub module هو نفسه module, وإذا كان عندك module هو نفسه sub module. ليش؟ لأن عندك الجروب والسب جروب اثنيناتهم جروب, يعني module بmodule. بس من يكون واحد subset من الثاني مباشرة راح يتحول من module إلى sub module وهكذا. عندنا ملاحظات. الملاحظة الأولى, if n is a submodule of an R module M, n هو submodule يعني شنو؟ subgroup معرف على ring وsubset من ال M. then الصفر M تساوي لنا صفر N. الidentity الموجود بالabelian group M هو نفس الidentity الموجود وين؟ بالsubgroup N. we have لدينا صفر زائدا صفر أكيد صفر, بس شنو؟ هنا الصفر الموجود بالabelian group زائدا الصفر الموجود وين؟ بالsubgroup. راح يعطينا شنو؟ الصفر الموجود بالسب جروب. سينز بين هذا القوسين الصفر ان وين انتمي؟ بالسب جروب, والسب جروب جزء من الجروب. اند الصفر ام وين انتمي؟ از ذا زيرو اوف ام, يعني الايدنتيتي الموجود بالابيليان جروب. انا نسوي هاف, احنا عندنا صفر ان زائدا صفر ان تساوي لنا صفر ان. هذه الاصفار كلها موجوده وين؟ بالسب جروب. هينز وي جيت ذات. لو نجي نقارن هاي المعادله مع هاي المعادله, من الطرف الأيمن عندنا صفر N, وكذلك من الطرف الأيمن عندنا صفر N. عندنا الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيمن. نجي شو نساوي؟ الطرف الأيسر مع الطرف الأيسر, يعني صفر M زائدا صفر N تساوي لنا صفر N زائدا صفر N. هنا أجي أضيف للطرفين من الطرف الأيمن ناقص صفر N للطرفين, لهذا الطرف ولهذا الطرف. يختصر منا صفر N, يختصر منا صفر N, فيبقى شنو؟ صفر M تساوي لنا صفر N. And we are done. انتهى البرهان. ثانيا الملاحظة الثانية, if A is a submodule of an R module, إذا كان A هو أي submodule معرف على الرينج R, then A زائدا A تساوي لنا A. يعني submodule أجمعها مع نفسه ينطيني submodule نفسه. خلي نشوف هذا صح لو لا, خلي نجي نثبتها. حتى أثبت هاي العبارة, هاي عبارة مساواة, يجب أن أثبت أنه A زائدا A subset من الـ A, وكذلك الـ A subset من A زائدا A. For every X Y ينتمي للـ A. We have X زائدا Y وين تنتمي؟ للـ A. هذا الـ X ينتمي للـ A, وهذا الـ Y ينتمي للـ A. يعني X زائدا Y وين تنتمي؟ للـ A زائدا A. وحاصل جمعهم وين تنتمي؟ للـ A. يعني A زائدا A subset من الـ A. هنا أي زائدا أي سبسيت من الأي. هذا راح أسميه ستار. And it is clear that الأي مو سبسيت من أي زائدا أي, لو حتى هذا الأي ماكو. الأي مو سبسيت من الأي, المجموعة مو جزء من نفسها. زين, ولا ظير أنه إذا ضفنا بعد أي وياها راح تكبر المجموعة. إذن الأي سبسيت من أي زائدا أي. هذا سميته ستار اللي هو أي زائدا أي سبسيت من الأي. وكذلك هذا سميته دبل ستار اللي هو الـ A subset من A زائدا A. من star وكذلك double star نحصل على A زائدا A تساوي A. هذه الخاصيتين ضرورية جدا, إن شاء الله سوف نستخدمها في المبرهنات. Theorem 2.4, an empty subset N of an R module M is a submodule of M if and only if Rx plus Sy belong to N. المجموعة الجزئية الغير الخالية N من الموديول M متى تسمى بالسب موديول؟ ايش وقت اسمي سب موديول؟ يعني ال N ايش وقت اسمي سب موديول من ال M؟ اذا وافقت, اذا تحقق لي هذا الشرط Rx plus Sy belong to N. طبعا for all Rx ينتمون للرينج R, و Xy ينتمون
للسبسيت n if and only if. يعني هذا أقدر بدل ما أستخدم التعريف أستخدم هذه النظرية لإثبات السب موديول. يعني متى ما ثبتت Rx plus Sy تنتمي للN، إذن الN سب موديول، ومتى ما كان عندي الN سب موديول إذن عندي هذا الشرط. واضحة؟ بس if and only if هاي تمشي. راح نجي نفرض هذا الطرف، نثبت الطرف الثاني، بعدين conversely، بعد ذلك conversely راح أفرض هذا الطرف واثبت الطرف الثاني. بداية راح أفرض أنه let n be a submodule ويجب أن أثبت هذا الشرط. سوف نبدأ بالبرهان. let n be a submodule of m، فرضنا هذا الطرف submodule ويجب أن نثبت هذا الشرط. احنا قلنا بأنه من نفرض شيء معين يجب استخدامه، فإحنا فرضنا الn هو submodule من الm. شنو الخصائص إذا كانت الn submodule من الm؟ لكل عنصرين بالرينج، وكذلك لكل عنصرين هنا سب موديول، يعني هذا سب جروب الان. Then as n is a sub module of m, so we get that rx و sy وين تنتمي؟ للان. ليش؟ لان الان شنو؟ سب جروب، لان هنا قلنا انه الان هو سب موديول. من يكون سب موديول؟ اذا سب جروب معرف على رينج. اذا اذا كان عندي لكل عنصرين بالرينج الr والs، وكذلك لكل x y ينتمي وين؟ للسب جروب، اذا حاصل ضربهم rx وكذلك الاس واي وين ينتمون؟ للسب جروب ان. ان اوسو ان از سب جروب، واحنا نعرف الان هو سب جروب من الام لانه سب موديول. ان ذس اذا كان عندي هذا ار اكس وعندي اس واي ينتمون للسب جروب، زين الان هو سب جروب يعني ما عنده نظير العنصر؟ اكيد عنده. فاذا كان عندي اس واي اكيد عندي سالب اس واي ينتمي للان لانه الان هو سب جروب. So we get that Rx plus Sy تساوي Rx ناقص ناقص Sy. Rx وين تنتمي للN؟ ناقص. Sy وين تنتمي للN؟ سالب Sy وين تنتمي؟ أيضا للN. إذا حاصل طرحهم وين تنتمي للN؟ لأن الN subgroup. الآن إذا كانت هذه الكمية تنتمي إلى N، وهاي الكمية تساوينا الكمية الثانية، إذا هاي الكمية وين تنتمي للN؟ إذا قدرنا نثبت أنه إذا كان الN هو submodule إذا Rx plus Sy تنتمي للN. إذا انتهى برهان الطرف الأول. الطرف الثاني رح نفرض أنه Rx plus Sy تنتمي وين؟ للN، ويجب إثبات الN هو submodule. رح نفرض conversely let Rx plus Sy تنتمي للN for all R و S belong to the ring R and for all X Y belong to N. And we have to show that N is a submodule. حتى أثبت الN هو submodule من الM وعلى نفس الرينج R وتحت تأثير المودول multiplication، يجب أن يكون عندي الN والplus subgroup، وكذلك عندي شنو؟ map. بس هنا ما نحتاج الماب، نحتاج الشرط. نحتاج الشرط رح نجي. First to show that الN والplus is a subgroup، أريد أثبت الN هو submodule. فبداية يجب إثبات الN والplus هو subgroup من الM والplus، سب جروب من الN والplus. كليرلي واضح أنه الN لا تساوي النفاي. بالسؤال من طينة أنا empty set M، من الواضح أنه الN لا تساوي فاي وسبسيت من الN. هاي العبارة أنا empty subset N of M، يعني الN لا تساوي فاي وجزء من الM. By taking راح أجي أخذ الR والS، الR والS العناصر الموجودة بالرينج، العناصر الموجودة بالرينج. الR تساوي واحد والS تساوي سالب واحد، وخلي جواها شنو؟ R capital، حتى أقول هذا الواحد وين ينتمي؟ للرينج، لأن الR والS وين تنتمي؟ للرينج. إذن هذا الواحد والسالب واحد أيضا موجودين بالرينج R. Then for all X Y belong to N we get، هسا X ناقص Y تساوينا شنو معامل X؟ واحد، أنزله واحد وخلي جواه R. شنو معامل الواي؟ سالب واحد، إذا سالب واحد مضروبة في واي وخلي جواه R capital وتساوي واحد R مضروبة في X. هذا السالب شلون أقدر أكتبه؟ أكتب زائد وخلي السالب واحد داخل قوس. الآن واحد R شو يساوي لنا؟ يساوي لنا R small، يعني هذا عبارة عن شنو؟ RX. زائدا سالب واحد R شو يساوي لنا؟ يساوي لنا S، يعني هذا شنو؟ sy. يعني هسه هذا كلش صار rx زائدا sy. زين rx زائدا sy احنا مو فرضناها تنتمي للn؟ اذا هذه وين تنتمي؟
للان. هذه وين تنتمي؟ للان. اذا كانت هاي العباره تنتمي للان، اذا اكس ناقص واي وين تنتمي؟ للان. لو ترجع للعبارات المتكافئه اللي انطيتك اني فد النظريه، قلت لك هاي العبارات the following statements are equivalent، انطيتك اياها، لو ترجع تشوف اي ناقص بي اخذنا هنا اكس ناقص واي تنتمي للان. هينز الان والبلس is a subgroup. اذا ثبتنا الان والبلس هي subgroup من من؟ من الان والبلس. هسه نجي نطبق الشرط الثاني، الطرح والضرب بثابت. لو ترجع للعبارات المتكافئة اللي اخذناها، and by taking الاس تساوي صفر الموجود بالار، then for all r small ينتمي للرينج and x ينتمي للام، we get الار اكس مو تساوي الار اكس نفسها، اكيد تساوي نفسها، زائدا لو اضيف لها صفر ار اكس، الصفر الموجود وين؟ بالرينج. لو اضيف لها صفر ار اكس تاثر؟ لا، انا اصلا ضفت لها صفر فما ياثر على المعادله. زين، هذا ار اكس زائدا هذا وين موجود؟ بالاس، يعني ار اكس بلس اس واي. اذا هاي وين تنتمي؟ لو ترجع هنا ايضا تنتمي للان. اذا الار اكس وين تنتمي؟ للان. اذا حسب الجمل المتكافئه عندنا الاكس ناقص واي ينتمي للان، وكذلك الار اكس ينتمي للان. هينز ان از سبمودول اوف ام. وانتهى البرهان. Example 2.5. Since Z will plus is an abelian group, so we can regard Z as a Z module. Z هو abelian group. احنا نعرف انه Z will plus is an abelian group. زمرة إبدالية. So we can regard هذا Z will plus as a Z module. يعني Z cross Z into Z. حسب التعريف مال الموديول. Now 2Z is a submodule of Z. احنا نعرف انه ال 2Z هو سب موديول من Z. لماذا؟ لأن 2Z هو سب جروب من Z، ولذلك راح يكون سب موديول. Since ال 2Z لا تساوي لنا فاي وسبسيت من Z. And if لكل عنصرين M و N ينتمون لل Z، الرينج مالتنا هنا Z. And لكل عنصرين X و Y ينتمون لل 2Z. يعني معناته شنو؟ ال X عبارة عن 2K مثلا، and ال Y عبارة عن شنو؟ 2L. Then واجي استخدم، طبعا هذا مثال تطبيقي على من؟ على المبرهنه اللي قبلها. احنا هناك عندنا rx plus sy، احنا هنا الار والاكس اخذناها شنو؟ m و n، ف mx plus ny تساوي لنا الام، انزلها، الاكس عباره عن شنو؟ 2l، اعوض بدل الاكس 2l، زائدا الان انزلها، الواي عباره عن شنو؟ 2l، فاجي اسحب من الحدين، الحد الاول والثاني الاثنين عامل مشترك، فيبقى شنو؟ mk زائدا nl. فأي كمية من أضربها في اثنين وين تنتمي لل 2z. And thus by the above theorem اللي هو 2.4 القبلها، we get that 2z is a submodule of z. In the same way we can prove that 3z is a submodule of z. وهكذا ال nz بشكل عام نثبتها بهذا الشكل. Example 2.6. Every left r module m contains at least two submodules, trivial submodules. احنا بالجروبات ايش قلنا؟ Every group has at least two trivial subgroups، اللي هي زمرة العنصر المحايد والزمرة نفسها، وكذلك بالرينج والفيلد. هنا بالموديول نفس الحالة، كل موديول يمتلك كم submodule؟ two trivial submodules، يعني هي الصفر وكذلك الموديول نفسه. قلنا هذا الرمز نبدله برمز السبموديول اللي هو هذا. إذا كل موديول لها سبموديولين تافهتين، اللي هي الموديول نفسه والعنصر المحايد. المثال 2.7. Let R be a ring with one unitary ring. Then the left submodules of R as a left R module are exactly the left ideals of a ring R plus a dot. إذا كان لدينا حلقة بمحايد، فأي سبموديول معرف على هذا الرينج هو نفسه الايديال المعرف على الرينج، يعني السبموديول هو نفسه الايديال. ايش وقت؟ اذا كان عندي رينج وذ يونت. يعني كيف البرهان يكون؟ اجيب فد ايديال بالرينج، واحنا نعرف الايديال موجود بالرينج، واثبت هذا الايديال هو شنو؟ سبموديول. لان هو يقول كل سبموديول هو ايديال، لان اثنيناتهم معرفين على نفس الرينج. لو ترجعون على شروط الايديال هي نفس شروط السبموديول. نجي للبرهان. By the previous example, I is a left R module with the same addition and module multiplication on R.
Since I is a subset of R, it follows that from proposition 2.3 that I is a left submodule of a left R module. بما أنه الI الideal هو subset من الرينج مباشرة من يكون subset من عنده رح يكون left submodule على نفس الرينج. رح يكون I is a left submodule of a left R module R. Hence every left ideal of a ring R plus a dot is a left submodule of R. ليش؟ لأنه subset. من يكون subset مباشرة رح يكون submodule. Suppose that N is a left submodule of R as a left R module. رح نفرض أنه ال N هو submodule وين موجود؟ معرف على الرينج R. رح نفرض أنه ال N هو submodule معرف على الرينج R of a left R module. By proposition 2.2 لو ترجع لها الغرضية 2.2 we have that أي ناقص بينتمي لل N. مو قلنا الطرح هناك اخذنا x x و y نفس الشيء a و b اي ناقص ب ينتمي للان وكذلك الار مضروبه في اي ايضا ينتمي للان لان الان سب موديول الان من يكون سب موديول اذا حاصل طرح اي عنصرين ينتمي للان وكذلك حاصل ضرب الثابت الموجود بالرينج بعنصر موجود بالان اكيد ينتمي للان for all a b belong to n and for all r belong to the ring r وتحت تاثير نفس العمليه المودول مالتيبليكيشن thus n is a left ideal of a ring R plus a dot. إذن البرهان سهل وواضح جدا. Therefore, the left submodules of R as a left R module are exactly the left ideals of a ring R plus a dot. يعني كل submodule على R هو ideal على R. Exercises: find all left submodules of the following left R modules. هنا لدينا الموديولات. المطلوب إيجاد الصبموديولات الزيت هنا عندنا الأبيليان جروب زيت معرف على الرينج زي هنا عندنا الأبيليان جروب شنو هنا الاف والبلس معرف على الفيلد اف هنا عندنا الأبيليان جروب الار والبلس معرف على الرينج ار رابعا عندنا زي مود بي as a left زي مود بي موديول وير بي is a prime number طبعا خامسا زي مود 6 as a left زي مود 6 موديول حاولوا تحلون هذه التمارين هذه التمارين الخمسة بعض منها محلولة وين؟ بالأمثلة اللي بعدها Example 2.8 لو تقراها هذا مال الفيلد وكذلك Example 2.9 اللي هو أول واحد حاول تثبته وتقرأ هاي الأمثلة إن شاء الله سوف نتوقف في Proposition 2.10 في الصفحة 9 ملاحظة قصيرة أكو طلاب يقولون مدى نفهم المادة إلكترونيا طبعا بالدول المتقدمة قاعد يتبعون الدراسة عن بعد التعليم الإلكتروني عن بعد فهذه حجج أنا أشوفها للطالب أنا ما أعرف أقرأ إحنا أصلا منطيك الملزمة ساحبها أنت ساحبها يمك فتقرأ الملزمة أو تقرأ الفيديو جيدا كلها توضيحات أنا بتصوري هذه أحسن من المحاضرة اللي يحتاج تقول أستاذ عيد لي المادة كل دقيقة أنت عندك الفيديو ترجعه وتفهمه لأن أنتم مثل ما تعرفون هذا قرار وزاري وكذلك من الرئاسة وإن شاء الله أي شيء جديد بخصوص المادة سوف أقوم بتنزيله في القناة الخاصة بي في اليوتيوب لمطالبة أكثر من طالب بذلك وأقوم بتنزيل الرابط في الكلاس روم وأنت مباشرة تنتقل للصفحة الخاصة باليوتيوب ورجاء أنتم لايك واشتركوا بالصفحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.